صغير ناحيه العمري على الجهه اليسرى، يحاول يصعد العمري لكن تضيع منه العمري في صراع مع احد اللاعبين يتفوق عليه، يتفوق عليه نمديل، ينطلق نمديل، محاوله الصراع حول الكره والخطا، والصوره هو ايضا لديه قدرات هائله في الهجوم. كره ثابته في القائم الثاني، راسيه من راسيه، اوه راسيه لعب فوووو الهدف الدولي، الكره جسات الخط بالفعل، الكره جسات الخط الهدف بعد خطا وكره نقدر نقول كما يقول غير منتظره، وفرحه كبيره لانصار فريق ساري غيليزان وعناصر ساري غيليزان بهدف هيتشكوكي جدا، باغت الجميع، باغت ربما المشاهد والمعلق الا المصور الذي بقي مع الكره وهي تجتاز خط المرمى، وفرحه لانصار فريق ساري غيليزان. شوف الكره كيف نفذت، الكره ارتطمت بعلاق بالقائم واستقرت في الشبكه، وعلاق لم يضرب الكره كما ينبغي وكان الكره هي اللي لمست علاق، ولكن الكرة الآن هذه العرضية من الكرة تصطدم بالقائم وتباغت خضيرية، والهدف الأول نشوف الكرة بالفعل اجتاز خط المرمى والسريع يتمكن من فتح مجال التهديف، الكرة كما نشاهد اجتاز خط المرمى. شكرا للزملاء التقنيين. اللاعب تقريبا كان متمركز في وسط الميدان، الخطأ كما نشاهد علاق وعرقلة من الخلف وجابوا من الوقت اللي أمادة خارج أرضية الميدان يتلقى الإسعافات. جابو سينفذ الخطأ في القائم الثاني، رفع كورتو رأسية منو، الحكم يقول في هدف، يقول كرة زيتي تعدت خط المرمى وكأنه هدف، طبق الأصلي هدف ساري غيليزان. سنشاهد وفرحة عناصر الوفاق وخديرية بالهدف من هذا المدافع زيتي بلقطة فنية جميلة جدا، يتمكن من مباغة بوستر ويتمكن من تعديل النتيجة من كرة ثابتة، وفرحة الأنصار في المدرجات بهذا الهدف الذي جاء مع بداية الشوط الثاني. سنشاهد الإعادة، كرة مرفوعة زيتي الآن والحارس بالفعل كرة تعدت خط المرمى، ممتاز المساعد بيوت في المتابعة ويقر شرعية هدف زيتي على الصورة الذي دار الملعب كثيرا، كل الملعب وهي يعبر عن فرحته. شوف الآن بلقطة فنية ممتازة، حتى جماليات كرة القدم حاضرة هنا من زيتي من هذا المدافع، وفرحة هستيرية لأن الهدف جاء بعد معاناة كبيرة. نعم كبير، سبق للعب في مولودية وهران وأيضا في رايد القبة، هو الأفضل من جانب فريق ساري غيليزان. تنفذ كرة قصيرة ركنية من آية عمر مرفوعة ولا أحد لطومبونغ، لا يلعق عليها طومبونغ داخل منطقة العملية، وهي نفسه للتسويب وتسديد، والمدافع يباغت حارس ويوقع الهدف الثاني لمصلحة الوفاق بتسديدة قوية من لاعب طومبونغ، يحولها على ما يبدو رماش هو الذي حولها داخل مرمى الحارس بوستر ويوقع الهدف الثاني للوفاق بتسديدة قوية. جاء الهدف الثاني بعد ضغط كبير والحارس بوستر أمامنا على الصورة يباغت من قبل الزملاء ومن أحد المدافعين. سنشاهد الآن، سنشاهد الإعادة، الكرة ناحية طومبونغ، قلت الحق عليها طومبونغ، يهيئ نفسه للتسديد يصوب، والمدافع يحولها مباشرة في شباك حارسه ويوقع الهدف الثاني الوفاق. المدافع رماش هو الذي باغت بوستر، وتتغير النتيجة ويتغير كل شيء مع بداية الشوط الثاني راشيد، ويصبح الوفاق متفوقا في النتيجة بعدما كان منهزما بهدف لصفر في الشوط الأول، هو الآن متفوق في هذه الحالة من أجل ربما إعادة توازن نوعا ما إلى الوسط الميدان. أية عمر عند الكرة، هل سيسدد؟ يسدد ممتازة ولا أروع، وتسديدة قوية من آية عمر، يتمكن من إضافة الهدف الثالث بطريقة رائعة جدا، وبتسديدة باغتت الحارس رغم الارتماء من بوستر، وفرحة كبيرة لآية عمر بالهدف الثالث، صاروخية من بعد حوالي 25 متر يتمكن آية عمر. سنشاهد الآن الارتكاز، الارتكاز على اليسرى والتسديدة باليمنى والكرة في الزاوية المحصورة بين القائم والعارضة الأفقية، والهدف الثالث للوفاق، ولا أروع من هذه التسديدة ولا أروع من هذا الهدف، هدف رائع جدا من آية عمر العايد
إلى المنافسة رغم أنه يعاني من نقص المنافسة متأثر بإصابة، ولكن فرحت بالهدف هذا تؤكد على أنه عاد إلى المنافسة، وفرحت بتسجيل الهدف وفرحة الأنصار أيضا بالهدف الثاني. تغيرت الأمور رأسا على عقب، ولهذا نقول كرة القدم لا تؤتمن، ولكن لماذا هذا الظهور الجديد أو